إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ينفع ولا ما ينفعش؟ لا لا لا، ما ينفعش أبدا. هو ما ينفعش ليه؟ ينفع قوي. ينفع ولا ما ينفعش؟ عملت إيه يا حسين في موضوع السفر بتاعك وتحليل الفيروس اللي طلع إيجابي؟ بقولك إيه، خد بالك كده العقد هيروح عليك، ودي فرصة مش هتتكرر، حرام تضيعها. حاول تشوف أي حل عشان تسافر. أنا بجد زعلان قوي ومش عارف أعمل إيه. الفرصة دي هتروح مني، وأنا نفسي من زمان أسافر أشتغل بر وأكون نفسي زي صحابي اللي سافروا واشتغلوا ورجعوا مكونين نفسهم وبقوا تمام قوي. طب بقولك إيه، أنا سمعت من أخو جوزي إن في حقنة بتتاخد ممكن تخفي الفيروس اللي في الدم ده. معقولة الكلام ده؟ طيب أنا هسأل وأشوف. أحياناً بعض الشباب اللي بتجيلهم فرصة عمل في أحد الدول العربية ويتفاجئ وهو بيجهز ورقه للسفر إن عنده الفيروس الكبدي بي أو سي، بيروح للطبيب ويطلب منه أي علاج أو حقن تخفي تحاليل الأجسام المضادة بتاع الفيروس من الدم علشان يقدر يسافر. الحقيقة الحقن اللي بتستخدم للغرض ده بتمثل خطر على مريض الفيروس، لأن الحقن بتستخدم بطريقة غير مشروعة علشان مفعولها بيكون عن طريق تثبيط المناعة لإخفاء الأجسام المضادة المناعية اللي عملها الجسم لمقاومة هذا الفيروس، فممكن تتسبب في تنشيط الفيروس ده وتزود كميته. علشان كده لا ننصح أبداً بهذه الطرق الغير مشروعة والغير صحية واللي ممكن تتسبب في ضرر بالغ لمريض الفيروس الكبدي سي أو بي. إلى جانب كمان إن رغم الضرر اللي ممكن تتسبب فيه الحقن دي، احتمال نجاحها في إخفاء تحليل الأجسام المضادة من الدم ضئيل جدا، فما ينفعش أبدا نعرض نفسنا للخطر واحتمال تنشيط الفيروس. نتعامل مع الأمور بحكمة، أنت ما تعرفش الخير فين، وكن دايما على يقين إن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد، ينفع ولا ما ينفعش؟ انتظرونا، وكل عام وأنتم بخير.